سيناريو خلاف الشقيقين الشهير حافظ ورفعت الأسد على حكم سوريا لم يكن الأخير، إذ تكرر من جديد، لكن هذه المرة كان بين الشقيقين بشار وماهر. فما الذي حدث؟ في العام 2016 ترددت أنباء عدة عن وجود خلافات بين الفرقة الرابعة التي يقودها ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري بشار الأسد والحرس الجمهوري. في البداية لم يصدق أحد الأمر ورأوا أنها مجرد شائعات، لكن وسائل الإعلام المقربة من النظام السوري أكدت الأنباء، ما جعل العديد من المواقع تتناقلها وتكشف المزيد من تفاصيلها. وجاء في التقارير الإعلامية حينها أن العميد ماهر الأسد تم نقله من قيادة اللواء 42 في الفرقة الرابعة إلى الأركان العامة في الجيش السوري دون ذكر أي تفاصيل أخرى. وتم تداول الخبر بأكثر من طريقة، مرة على أنه تم عزل ماهر، ومرة على أنه حاول الانقلاب على شقيقه، لكنها كانت محاولة فاشلة لم توافق عليها روسيا. بينما تداول المغردون الخبر على أساس أنه ترقي لماهر بتسليمه إدارة المعلومات في هيئة الأركان، فترى أين الحقيقة من كل ذلك؟ بحسب ما جاء في التقرير، فإن ماهر الأسد حاول تفكيك التحالف الذي بين بشار وموسكو والتقرب أكثر فأكثر إلى طهران. ذلك الأمر لم يعجب بشار، الذي أصدر أمراً باحتجاز العميد غسان بلال مدير مكتب ماهر الأسد على خلفية رسائل واتصالات تمت بينه وبين طهران دون علم رئاسة الجمهورية. أما روسيا فلم تكن بعيدة عن خلاف الشقيقين، حيث قامت بإبلاغ اليونان بموعد وصول شحنة ممنوعات متورط فيها ماهر الأسد وطهران دون علم بشار الأسد. ورداً على ما فعلته موسكو، حاصر ماهر الأسد بقوة الفرقة الرابعة كل مداخل ومخارج العاصمة دمشق، معيداً إلى الأذهان ما حدث بين والده وعمه رفعت الأسد في العام 1984. ففي أواخر العام 1983 تعرض الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد لوعكة صحية، واستغل شقيقه رفعت الأمر وحاول الانقلاب عليه، حيث رفض اللجنة السداسية التي شكلها حافظ الأسد لإدارة البلاد في غيابه. من هنا تجلى الخلاف بين الشقيقين، وفي مارس آذار من العام 1984 أعلن رفعت الأسد عن تمرد جديد بعد انتزاع قيادة سرايا الدفاع، مستفيداً من ولاء بعض الضباط في السلطة، الأمر الذي دفع حافظ الأسد لنشر الجيش في العاصمة السورية دمشق في أكبر حشد عسكري تشهده البلاد خلال حكمه. وانتهت تلك الأزمة بخروج رفعت الأسد من سوريا ونفيه للخارج.